حياه الله بتسمحوا له لا حامي رفيقك وين رفيقك حمود بكفاني؟ وين تعب؟ تعب الله إلنا شو هيدا تاج فرفوس بدقيقة أو دقيقتين شعرا حتى تعرفوا إنه طوس واصلة لجبل العرب وطوس واصلة يعني تاج فرفوس. يلا سيدنا عنده كثيرا لكن أريد أن أعقب بكلمة أخرى أيضا. حرية من الموت تعني حرية بالكلام. اي تعال على المنبر هون اذا قدم الاحتفال. لا لا صوت 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 هلا شو المحامين اليوم الله يمن لي. سيد المسيح بيقول من ثمارهم تعرفونه. تفضل. ذكر في الكتب دكتور اسعد ونسي هذا الكتاب بتصريحه. بالدعم هذا الكتاب اغلى كتاب على وجه الكره الارضيه. بيع في لندن ب 24,000 جنيه استرلي. وزارة الأوقاف السورية اشترت نسخته ب 63,000 دولار. في رجب قبل الماضي حملت نسخة منه أنا وأخي غانم عبد الكريم وسلمناها إلى الشيخ محمد خاتمي. فإذا كان قوله في الخمس قارات تستكثرون عليه خمس كلمات أو خمس ساعات. القصيدة التي حملني إياها قبل عدد من الأيام كانت تاج طرطوس. تاج طرطوس قمة تتسامى. شو؟ تاج طرطوس. إيه؟ قمة تتسامى وأبو الفهم في البنين استقام تلك حرية من الموت. تلك حرية من الموت زرع من رأى الزرع في الرقي تنامى قمر الفهم ثلث التاج بحرا وسماء وبالتوسط دام آدم العلم. آدم العلم قيمة وانفتاح جدد الكل جدد الكل يقظة ومنامة في كل نميم. آدم العلم اسمح لي معلش قيمة وانفتاح جدد الكل يقظة ومنام جذب الروح بالملائكة لطفا ما نأى عنه غير من يتعامى عشرتي عشرة بطاقة كيف مقتضى الحال يفتح الأنسام كل قلب كل قلب عوالم تتبارى وعروش لمن يقود النظام حلق الشعر والعلوم بدين قلبه حج بالأنام سلام يا شريف الرضا يا شريف الرضا وحلاج فهم مجمع البحرين استعاد الكلام بعد صمت لخبره حب موسى ومقلات من على التاج حام نقطة الصفر قلة نقطة الصفر قلة وامتداد بحروف تحاور الرقام بذرة القمح مريمات زروع فقها الحمد من يقدس إمامه. شكرا. كلمتين بس. يلا تفضل. نص دقيقة معلش. جاي 400 كيلو متر. كنا أنا غلط من اللبناني يعني. كنا بدنا نشكرك يلا هلا بعدين. يا أيها البحر أيها البحر للتوسط طوس تاج طرطوس همة تتسامى آدم نفسه أقام صلاتي بصلاتي وعشت أرعى الذمامة ومعيدي من الوساوس باق ومعيدي من الوساوس باق فاطر قادر يصون الأنام أفصح الوقت في المكان بيانا أفصح الوقت في المكان بيانا ولإدريس أنهض الإعلام كل آن معي مودة قربى لا أسألكم إلا المودة في قربى كل آن معي مودة قربى وأبو الفهم في البنين استقام. كلمة أخيرة أسعد علي لم يعد ملك محافظة ولا ملك أمي هو داعي كوني الآن صوته في الخمس قارات اتقوا الله يا ناس. شكرا شكرا للدكتور
حمود بكفاني. شكرا لك وسلام لكل اهل السويداء. هي بنات بتوصلنا سلام لكل اهل السويداء. دكتور حمود بكفاني، انا فقط استعرضت بعض، وقلت اذا بدي استعرض الكل قدامي قديش بلحق اليوم استعرضه. عذرني.